السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي الناس ديال أكادير. كندير هذا الفيديو اليوم غير باش بغيت نعرف شكون فيكم اللي كيمشي لسبيطار حسن الثاني في واحد العمل إنساني. واحد السيد مهرس في رجله ومشيت نشوفه، لقيته مسدود عليه في واحد مع شي 20 ديال الناس في واحد لاصال خانزة، 3 أيام من بعد ورجله مهرسة وتا شي واحد ما قلب وما شافه. ملي دويت مع واحد ميد سانت كارد قال لي هو الناس راه يقدروا يبقاو حتى 20 يوم مهرسين، ما عندناش، ما يمكنش لينا، ما كاينش الطبيب وما كاينش النوبه. ومشي هضره خاويه، هزيت السيد وديته في سبيل الله المصحه خاصه وعاود رجعت واحد النهار في واحد لورجونس وشفت شي حوايج ما فيهم ما يتشاف. من تما عمري قربت انا لسبيطار حسن الثاني وما كنمشيش ليه، وكنظن كيف واحد العدد ديال الناس ديال اكادير ما كيمشيوش لتما الا الناس الطبقه الفقيره مساكن وهما اللي كتجي فيهم الدقه وهما اللي كيمشيو لسبيطار حسن الثاني. مشيت هذه واحد العشر ايام في اطار واحد الدري ديال الخيريه ديال قلميم اللي كان هنايا عنده 5 سنين ومريض بليباتيت بي. جابوه الخيريه في نوفمبر 2016 من نوفمبر وجانفي اللي داروا ليه ليزاناليز وتابعوه. ما عمر هذاك الدري سنه وهو تما في ذاك السبيطار مليوح، مقابله واحد لافام دو ميناج وشي هضره وشي حوايج. المهم السيد الحمد لله بتدخل ديال السلطات وهذا دابا راه رجع لقلميم، وكاينين الناس ديال العصبه ديال قلميم مع بعض المحسنين وهذا راه هما غيتكفلوا به. لكن ملي دخلت لهاد الدري هذا اللي عنده ودرت تما وشفت شي حوايج، اش غنقول لك؟ الله يهدي ما خلق. ما عرفتش هاد الناس هادو واش عندهم قلب، هاد الاطباء واش عندهم قلب. انا اليوم ما غاديش نعمم وما غاديش نقول كلشي الاطباء وكلشي الممرضين ما مزيانينش، لا كاينين المزيانين، ولكن شفت شي حوايج لا انسانيه. غادي نقولوا بان الحكومه، غادي نقولوا بانه قطاع الصحه يعني وزاره الصحه، انا ما كنظنش لانه كاين الميزانيه كاين كلشي، ولكن اللي شفت وملي تكلمت مشيت 5 ايام متابعه وانا كنمشي كنجيب دوره واحد الساعه ديال المكانه كانت ساهره كندوي مع الناس كنشوف هذا. لقيت غير الناس اللي ما فحالهمش واللي جايين من الجبال. لقيت واحد السيد مسكين كيبيع بغله، بغى يبيع بغله باش يشري لبنته اللي مهرسه الحديد وداك الماتيريال اللي طلبوا ليه باش يمشي يجيبه. ما عرفت انا السبيطار واش كيطلب هذا الشيء. ملي بديت كنبحث في هذه القضيه هذه طحت في شي حوايج ما كيتصورش على الاقل. انا ما كانش كنعرف بانه هذا الشيء كاين، لكن الشعب مسكين ولا الانسان الفقير راه واكل العصا، واكل العصا بكل مقاييس. ملي كتقارن سبيطار حسن الثاني وكتقارن المستشفى العسكري ديال اكادير راه قد السما من الارض. كل ما كتمشي للمستشفى العسكري وكتلقى ناس خدام بقلبه، كلشي مقعد، كلشي الماتريال كاين، الطبيب طبيب، حتى داك الروح الانسانيه في هذوك الاطباء. ومني كتقارنهم مع هادو ديال هنا راه كاين شي مشكل، بحيث لقينا كيسيفطوك الاطباء تما كيدير كلشي، عنده اليد مع الفارماسيان، عنده اليد مع اللابوراتوار ديال لاغاديولوجي، عنده اليد مع اللابوراتوار ديال لي زاناليز، عنده اليد مع الفارماسي، عنده اليد مع البارافارماسي، وكلشي وتداور واحد الحوايج لا يتصور. بحيث هذاك الفقير ملي كيجي كيبان فيه غير الفلوس. واش كتعرفوا بانه كاينين الناس اليوم الا بغى يفتح اما يفتحها خاصو يخلص بين 1000 و2000 درهم غير باش يسربيو ليه النوبه ويدخلوه يفتح. واش كتعرفوا انا قدامي شفت الطبيب كيدوي مع السيد وكيتاوى معاه على 1700 درهم باش يدخلو يسربي ليه العمليه، لانه باش يدير العمليه قال لي راه ما عندناش البلاصه حتى شهر 7، ومن مني 1700 درهم رجعها ليه بانها غتكون في هذه الايام هذه. واش الاطباء وصلوا لهذا المستوى هذا؟ واش هاد المسؤولين ديال اكادير ما كيشوفوش هاد القطاع هذا ديال الصحه؟ راه غير الفقير مسكين اللي كياكل العصا، راه اللي عنده الفلوس راه كيمشي للمصحه الخاصه ولا كيمشي للخارج، ما كيجيش لهاد السبيطار حسن الثاني. راه ما عادش كيقولوا لها الدخل مفقود واللي خارج مسكين راه عاد خلاق. واش عمركم دخلتوا لداخل الجناح ديال الفتيح ديال زعما شي حوايج راه خايب داكشي وخانز واللي بغيتي؟ راه ما عرفتش شكون هاد المدير اللي تما، شكون هاد الاطباء اللي خدامين تما، وكيفاش الاطباء كيبزنسوا في المرضى ويصيفطوهم للمصحات الخاصه لان دايرين اليد مع المصحات الخاصه. كيفاش الاطباء كيخليو بلاصتهم؟ مشيت لورجونس مع السيد غير كندورو تما، الطبيب
كاين غير واحد لو ستاجير، الطبيب لو البروفيسور لي خصو يكون ولا الطبيب ديال الاستعجالات ما كاينش، ما كيجيش، كاين غير لي ستاجير. ملي كتمشي للقسم ديال الاطفال فيه غير لي ستاجير، فين هما الاطباء؟ فين هما الطبيب كيجي يجيب دوره وكيمشي للمساحه الخاصه ولا كيمشي انا كنظن هادي راه اف، هادو راه الناس ما عندهمش الانسانيه. هاد الناس هادو واش غدخلهم الحبس؟ واش هذا راه خص سيدنا يجي ويشوف هادشي بعينه ويدخل عليهم على غفله ولا يدير شي الناس يسولهم اش كاين هذا وياخذ الشهادات؟ انا كنظن خاص ياخذوا اطباء من الجيش ومن الدرك الملكي ويجيبوهم لهاد السبيطارات ديالنا، لانه ملي كتكون كتبزنس في الفقير اش كيقول هو؟ الدوله ما عطاتنيش، الدوله وكيبدا يسب في الدوله ويسب في وكيسخط على الدوله، الوغ الدوله ما دايراش، راه اللي دايرينها هما هادوك الاطباء، هما داك الاداره، هما داك المندوب، هما هادو هما اللي دايرين، لان هما راه ملي كتشوف الاموال طائله. انا دويت مع واحد الصديق عندي في البارافارماسي، راه الاطباء كيجيو عنده من بعد الخدمه باش ياخذوا لي كوميسيون ديالهم. كاين الاطباء اللي داروا لوردونونس وقالوا شي واحد سير جيب هذا الماتيريال، ومني كيرجع بهذاك الماتيريال اللي عنده كيرجعوا ليه الطبيب وكيتخلص فيه يوميا. كاينين اطباء اللي دايرين اليد مع لي لابوراتوار داناليز يوميا، كيقول لي سير لهذا دير لي زاناليز تما، وكيجي ياخذ 20% ديالو، ياخذ 15% ديالو لي راديولوجي. واش كان بزنسو في الصحه ديال بنادم؟ انا بغيت نعرف واش هاد الناس واش ما عندهمش ولاد؟ واش ما عندهمش عائلات؟ واش ما كيخافوش الله؟ واش دوك الفلوس، فلوس الحرام اللي كيدخلوا لكرشهم لعائلاتهم، واش الربح سهل باش يخرج المرسيدس والفيلات وغيرها عماليهم العينين؟ راه حرام عباد الله، راه حرام. الله يخليكم، انا اللي غادي نقول هاد الناس هادو ما يمكنش تدوي معاهم وما يمكنش ترغبهم، ما يمكن تقول له خاص سيدنا هو اللي يجي. ولكن هاد سيدنا واش عباد الله غادي يجي لاكادير وغادي يمشي لكلميم وغادي يمشي لطنطان وغادي يمشي لطنجة؟ خاصنا نديروا ليه الكلوناج باش يمكن ليه يكون. هاد الناس راه ما كيخافوش حتى الله، عادي يخافوا منا حنايا كالعبد، راه مصيبه. شوفوا السبيطار ديال تيزنيت، واحد الطبيب ديال الاطفال شجاع المهدي الشافعي، شوفوا النضال ديالو واش دايرين ليه، لانه شاب جا خدام بغى يخدم، ما بغاش التدويره، ما بغاش. شوفوا واش دايرين ليه في تيزنيت. سيروا للدار البيضاء عاوتاني، كاين واحد الشاب حتى هو طبيب، راه حرام هادشي. حتى لامتى؟ امتى راه الفقير ملي كنهلكوه راه الفقير كينوض يسو ريفولت على الدوله، لانه كيقول لك الدوله قتلتني، الدوله دارت لي، الدوله بريئه من هاد الناس هادو، راه حرام هادشي. سيادنا انا كنتمنى الميساج ديالي يكون وصل، كنتمنى الناس بحالي يديروا فيديوهات. كاين هذا على السبيطار، قطاع الصحه قطاع اساسي وقطاع حيوي في البلاد، راه ما يمكنش نلعبوا بالصحه ديال المواطنين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.